ومصر أيضا مشاركتها في منتدى النقب بين إسرائيل وجيرانها من أجل خلق منطقة أكثر تكاملا ورخاء. وكان هنالك وفد من الولايات المتحدة ومصر قبل أسابيع بمشاركة من إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب التي شاركت في منتدى النقب للتعامل مع بعض الأمور المهمة التي تؤثر على حياة جميع سكان المنطقة بما في ذلك الأمن الغذائي والرعاية الصحية والأمن في المنطقة. ومصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك لعب دور وسيط للتوصل إلى هدنة في العام 2021 وأيضا العام الماضي في الأم. واليوم كما نرى هذا التصاعد المخيف في العنف، ناقشت مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية شكري كيف بإمكاننا أن نعمل سوية لتخفيف التوتر واستعادة الهدوء.